لكن كمان نقول لبعضنا هنا ونقول لي في كل حتة في مصر، الأخويا أو أبويا أو ابني اللي شغال في مكان ما، من فضلك البلد محتاجة ثلاث حاجات منك. محتاجة منك إخلاصك، ومحتاجة منك أمانتك، ومحتاجة منك عملك. محتاجة منك إخلاصك لإيه؟ لشغلك. محتاجة منك أمانتك في إيه؟ في شغلك. محتاجة منك إيه؟ عملك في إيه؟ لشغلك اللي بتشتغل بس. وانتوا بتشوفوا دول كبيرة أكبر مننا واغنى مننا بتعاني من ده، احنا بنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان احنا نفضل متماسكين شعب ودولة، شعب وإيه؟ ودولة. واحنا من جانبنا برضو كدولة بنحاول نخفف ما أمكن على الناس بإجراءات كتير بنعملها، مش احنا اللي بنعملها بس، احنا مع بعض بنعملها. طول ما احنا بخير وسلام، خلي بالك من الكلمة دي ليكوا كلكوا يا مصريين، طول ما احنا بخير وسلام وأمان كده، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.